انا عايز اعرف بقى ايه اللي بيحصل. زي ما قلت لسيادتك، احنا لقينا بصمات المقدم حمزه في الشقه اللي اتضرب منها اللي هو مختار. ازاي يعني؟ ولقيتوه على ايه؟ على الخاتم ده. ايه ده يا حمزه؟ الخاتم اللي كانت لابساه سمر مراتي الله يرحمها لما. وايه اللي جاب الخاتم بتاع مراتك في الشقه اللي ضرب منها اللي هو مختار؟ مفيش غيرك صح؟ انت اللي كنت في الشقه. ما ينفعش ما ينفعش، مش ممكن حمزه هو اللي يكون اكل اللي هو مختار. حمزه كان قاعد جنبي ساعه ما اتضرب اللي هو مختار، هيضربه ازاي؟ يا فندم سليم هو كفايه بقى الفيلم بتاع سليم ده. الله، سليم مات مات. عايز تصدق صدق، مش عايز انت حر. وإيهاب مين اللي قتله؟ والله انا ما لقيتش معاه غيرك. يعني انا هبعتك علشان تروح تلحقه وانا رايح اقتله؟ يا اخي شغل دماغك بقى شويه. سليم يا فندم قسما بالله العظيم ثلاثه لو قلت سليم دي تاني. بس مش عايز كلمه زياده. انا عندي اجتماع دلوقتي مع سياده الوزير، اروح اقول له ايه؟ اقول له واحد اتعدم وصحي، ولا اقول له واحد مننا اللي قتل اللي هو مختار؟ ما ترده. ماشي روح على شغلك. هتعرف تعمل اللي انا قلت لك عليه ولا اجيب حد غيرك؟ اوامر سيادتك. اتفضل. تقدر تروح انت يا حمزه، ريح لك شويه. بعد اذن سيادتك يا فندم. اتفضل يا حمزه. وبعدين يا غدا هنعمل ايه؟ والله العظيم يا ماما ما اعرفش، ما بقاش في حاجه ينفع تتعمل ما عملتهاش. كلمت كل اللي يعرفوا، لفيت على كل المستشفيات والاقسام، قدمت 100 بلاغ وبرضه مش لاقيه، مش عارفه راح فين ولا حصل له ايه. احنا بقى لنا شهور بندور عليه، هيكون يعني راح فين؟ اهلا يا حاج فواز. اتفضل اتفضل. طمني، وصلت الحاجه؟ لقيته؟ ايوه، سليم حطوه في المعتقل. العظيم يا رب. مفيش فايدة فيك يا غادة. صباح الخير، أنا رانيا شاهين من جريدة عين الحدث. أقدر أتكلم مع حضرتك شوية؟ اتفضلي اتفضلي. اتفضلي. شوفي انا عارفه ومقدره الظروف اللي انتوا بتمروا بيها كويس جدا. انا مش جايه النهارده علشان اعمل تحقيق واكتب عليه اسمي وانزله، انا فعلا جايه النهارده علشان ادي حضرتك وادي مدام غدا فرصه ان انتوا تثبتوا للناس انكم مالكوش اي دعوه باللي بيحصل ده. احنا لا لينا ذنب ولا كنا نعرف حاجه.
عارفة والله ومصدقاكي، بس الناس مش عارفة. احنا في زمن الناس بتتصنف فيه وهي قاعدة في بيوتها ما بتعملش حاجة. يعني حضرتك ومدام غادة محطوطين في نفس الخانة اللي محطوط فيها سليم اللي الناس كلها شايفاه إرهابي. أنا بقى دوري إن أنا أعرف الناس الحقيقة. أيوة بس غادة يعني رافضة موضوع الصحافة ده خالص. ما أنا مش بكلم غادة بقى، أنا بكلمك أنتِ. وحضرتك شكلك عاقل وفاهمة أنا بتكلم في إيه. ذنبها إيه غادة تعيش شايلة ذنب حاجة هي ملهاش دعوة بيها؟ ليه نسيبها للناس تقعد تحكم عليها وتحطها في حتة هي ملهاش أي علاقة بيها أصلاً؟ صدقيني غادة أكتر واحدة محتاجة إن حضرتك تتكلمي معاها دلوقتي. أنا إن كان عليا عادي، أنا ممكن اللي حضرتك مش هتقوليهولي النهاردة أنا ممكن أروح أعرفه من أي حد بره. بس تفتكري بقى بصراحة كده، في أي حد ممكن يقف في صفوك ويقول كلمة حق واحدة لصالحك أو لصالحها؟ أنت عايزة إيه بالظبط؟ عايزاكي تقولي لي كل حاجة. من ساعة لما عرفتوا مسلم دخل المعتقل عملتوا إيه؟ أنا هتجنن. اعتقلوا لي بس، ده مالوش في حاجة. مش مهم، كل ده مش مهم، المهم إن احنا نخرجه بأي شكل. نخرجه إزاي بس؟ هو اللي بيدخل المعتقل بيخرج منه. وإيه لازمة الكلام ده بس يا ماما؟ يعني أعمل إيه؟ أسيبه؟ لا مش هنسيبه يا بنتي بس لا. ما تكلمي حمزة. حمزة؟ أيوه، هو مش شغال معاهم؟ أكيد يعرف حد ممكن يخرج سليم. لا لا بس مش هينفع، مش هكلم حمزة طبعا. لا مش هكلمه. لا خلاص خلي جوزي كده في المعتقل، هو لو كان في حل تاني مش كنا عملناه؟ غادة استهدي بالله كده يا بنتي وكلمي حمزة، جربي مش هتخسري حاجة. طب انا هخرج دلوقتي، انتي خدي بالك من احمد ونبقى نشوف. حاضر، ربنا معاك يا بنتي. هي غادة كانت تعرف المقدم حمزة؟ من زمان، بس كل شيء بقى اسمه ونصيب. بقولك ايه، الكلام ده بيني وبينك، انا مش ناقصه مشاكل مع غادة. تمام تمام، ما تقلقيش حضرتك هيفضل بيني وبينك. المهم ايه اللي حصل بعد كده؟ ايوه وصلك خط ممرضك. وصلت لإيهاب يا سليم، ده اللي حاول ينقذ ابنك ولحقه. هو انا ابني لسه عايش يا حمزه؟ لا مات، وانتوا الدور عليكوا تموتوا واحد ورا التاني. ثم ان دي غلطتك، ليه تاني مره اقول لك مين وامتى وبرضه اتاخرت؟ اسمع يا سليم، لو انت فاكر انك هربت وفي امان تبقى غلطان، هجيبك يعني هجيبك. ما قلتليش صحيح، ابن علياء ده اللي انا شايفه معاه. سليم عارف لو فكرت تقرب لهم عامل فيك ايه؟ عارف، لو ابني كان لسه عايش كان زمانه بقى قده دلوقتي. سليم لو هوبت ناحيتهم يا سليم انت عارف هيحصل لك ايه؟ طيب بقول اسيبك تروح لها، ده لو لحقت. سليم سليم ردي بقى. أنا آسف جداً جداً إن أنا اتأخرت، بس والله أول ما كلمتيني أنا نزلت على طول. إزيك يا خادة؟ الحمد لله بخير كويسة. أنا آسفة إن أنا كلمتك وأنت في وقت الشغل. لا 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 خالص، أنت تكلميني أي وقت، بقالنا كتير قوي ما تقابلناش. عاملة إيه؟ إيه يا غادة؟ مالك فيه؟ حمزة أنا آسفة إن أنا هطلب منك الطلب ده، بس أنا واقعة في مشكلة كبيرة ومفيش غيرك هيقدر يساعدني فيها. أنا تحت أمرك طبعاً. خير، في ايه؟ سليم جوزي دخل المعتقل وعايزك تساعدني عشان نخرجه. المعتقل؟ غادة مالك؟
لا مفيش. انت كويسه؟ كويسه اطمني. طب انا عندي لك حته مفاجاه تجنن. بخير؟ خير طبعا. في شركه عايزينك تشتغلي معاهم. شركه ايه دي وعايزيننا ازاي؟ دول طالبينك بالاسم. عارفه شركه ميجا اندستريز بتاعت معتز شهاب؟ عارفاها طبعا. صاحبي بيشتغل هناك، كلمني النهارده وسال عليكي وقال لي ان هم عايزين يقعدوا معاكي عشان شغل. طب اشمعنى انا بالذات؟ يعني ليه ما طلبوش حد تاني؟ هم اكيد عارفين وضعي. هم عايزين حد كويس جدا في الماركتنج واكيد سمعوا عنك. وبعدين يعني مالك محبكاها كده وقلقانه؟ روحي واسمعي الاوفر، عجبك يبقى اتحلت، ما عجبكيش اعتذري كده بالشيكه وخلاص. ايه رايك؟ ماشي، هروح واقابلهم. عارف لو بطلتش قهوة هنتفسح كل يوم. كل بقى وبطل. لعب يلا يا علي. حمزة مش لازم نبقى هنا. يلا حبيبي فهمني. طب ايه؟ يلا 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 فهمني بعدين. يلا حمزة ايه الموضوع يا حمزة؟ حمزة طب في ايه؟ واحدة واحدة. طيب مسافر ليه؟ مش مهم ليه، مش مهم يا رأفت، المهم تبعدوا عن هنا وبسرعة. لو في حجز الليلة تسافروا الليلة. هنسافر نروح فين؟ أنا مش هسافر وأسيبك لوحدك. عليا أرجوك أرجوك يا علي، ومش كل حاجة أقولها لك نتخانق عليها. أنا ما بتخانقش يا حمزة دلوقتي، أنا عايزة أفهم، عايزة أفهم مالك في إيه؟ من ساعة ما جينا من السفر وأنت مش طبيعي، ولا بتتكلم معايا تفهمني إيه اللي بيحصل بالظبط، ولا بتقول لي أي حاجة. وبعدين أنت من إمتى رجعت تاني للشغل؟ مش كنت سبته؟ بتروح فين يا حمزة كل يوم؟ عليا يا حمزة بتعمل إيه بالظبط؟ يا علي أرجوكي بقى. علي أرجوكي لو بتحبيني لازم تبعده. مفيش وقت اشرح لك، ولو شرحت لك مش هتفهمي. يا علي ارجوك يا ابوس ايدك، قومي حضري الشنط دلوقتي لغايه لما رأفت يروح يحجز. مش هسافر واسيبك لوحدك. يا علي اسمعي الكلام بقى. مش هسافر يعني مش هسافر، ايه رايك بقى؟ اوه ايه ده يا حمزه؟ ايه ده وانا هتكلم معاها؟ بس انت برضو لازم تفهمني ايه الموضوع. مش وقت. الليله رأفت وبلغني في التليفون عملته ايه؟ حضرتك كنت قلتي لي ان غاده راحت للمقدم حمزه علشان يطلع سليم من المعتقل. بعد كده ايه اللي حصل؟ مقدم حمزه فعلا طلع سليم؟ بصي، هو حمزه عامل اللي عليه واكتر، بس للاسف كان مر اكتر من شهرين على سليم في المعتقل، ويا عيني شاف الويل بعينيه هناك. عارفه احنا ياما كنا بنسمع عن الناس اللي بتدخل المعتقل بيحصل معاها ايه، ما كناش بنصدق.
بس اللي شفته لما سليم رجع خلاني اصدق. طب بقترح يا دكتور نوديه مستشفى. هو مش محتاج مستشفى اكتر ما هو محتاج لكم. لازم تقفوا جنبه وتخلي بالكم منه. انا هكتب له على شويه مسكنات ومضادات حيويه وفيتامينات، ان شاء الله تساعد في العلاج. حضرتك تغيري له كل يوم على الجروح بعد ما تطهريه الاول، واول ما نعدي المرحله دي هنبدأ في مضادات الاكتئاب. اكتئاب؟ دي أقل حاجة ممكن يتعرض لها بعد اللي شافه. لو احتجتوني كلموني في أي وقت، أنا موجود على طول. اتفضل يا دكتور. اتفضل. للأسف سليم نفسه ما خافش، فضل راقد على السرير مش عايز يكلم حد. وأنا وغادة كنا كل يوم بنسمعه وهو يا عيني بيعيط لوحده، كان قلبي بيتقطع. بس مش عارفة أعمل له إيه، لا أنا ولا غادة بإيدينا حاجة نعملها. طب وغادة في الفترة دي كانت بتعمل إيه؟ لا غادة ما قصرتش معاه، يعني كانت بتغير على الجرح وكانت بتأكله وبتحاول تتكلم معاه، بس هو ولا كأنه هنا. سليم اللي دخل المعتقل مش هو اللي خرج منه، اللي خرج منه واحد تاني خالص ما نعرفوش. سليم اللي نعرفه مات هناك في المعتقل. وقف على مشط رجلك كده. بس وقف على كعب رجلك كويس بقى. بس ما انا قلت لك من الاول كان لازم نعمل علاج طبيعي. انا مش عارف الحاجات دي ما فيهاش تهريج. احنا على فكره كان المفروض نبتدي من بدري كمان. على العموم انا هكتب لك على العموم مركز تروح وهوصى عليك دكتور صاحبنا هناك. بقول لك ايه؟ انا لا عندي وقت ازور مراكز ولا اشوف دكاتره. كل اللي انا طالبه بس حاجه واحده. اكتب لي على مسكن اقوى. لأن البتاع ده ما عادش بيعمل أي حاجة. نعم؟ ده ما بقاش يعمل أي حاجة؟ ما خلاص جسمك اتعود عليه وما بقاش يجيب نتيجة. أنت تقدر تقول لي بتاخد كام قرص في اليوم؟ حسام أنا عندي شوية للكلام ده. اكتب لي على أي حاجة، أنا ظهري خلاص هيموتني. مش هينفع. لأن لو كتبت لك على مسكن أقوى من ده هيقلب معاك بإدمان. أنا مش عارف أنت بتزعل ليه. تقدر تقول لي اخر مره نمت فيها كانت امتى؟ حسام هتكتب المسكن ولا انا اتصرف بطريقتي؟ لا خلاص هكتب لك على المسكن. ماشي، بس قبل ما اكتب لك لازم تفهم حالتك بالظبط. يا حمزه فقرات ظهرك خلاص بدا يحصل لها خشونه وبتضغط الاعصاب. عارف يا حسام، عارف كل حاجه عن حالتي كويس قوي. اكتب لي على المسكن واكتب لي كمان على اي حاجه تخليني اقدر امشي من غير عكاز. ماشي يا حمزه، أنا هكتب لك على مسكن دلوقتي وكورس حقن. ها؟ ده هيحسن حالتك شوية مؤقتا، بس ده مش علاج. المسكن اللي هكتبه لك ده تاخده يوم بعد يوم. حمزة اوعدني يوم بعد يوم. يوم بعد يوم يا حسام. حاضر.
مدام غادة، ميرسي قوي انك وافقتي تيجي تقابليني. لا بالعكس، على ايه، دي فرصه ان انا اتعرف على حضرتك. بلاش حضرتك والحاجات دي عشان ما بحبهاش، خلي الموضوع بسيط. نجلاء صاحبتك شرحت لك الموقف ولا لسه؟ كل اللي قالته لي انك طلبتني بالاسم عشان اشتغل معاك هنا في الشركه، بس انا الصراحه مش عارفه الشغل ايه ولا ليه. بالنسبه لايه، فانا عايزك في قسم الماركتينج، يعني زي ما كنت بتشتغلي مع علاء بالظبط. اما بالنسبه ليه فالامر بسيط، انت اشطر واحده في مجالك. ايوه بس يعني انا عارف. شوفي انا مش هكدب عليكي واقول لك ان انا ما سالتش عليكي في الاول. عايزك تعرفي ان حياتك الشخصيه شيء ما يخصنيش ولا يمكن اتدخل فيه. كل اللي يهمني هو شغلك معايا هنا وبس. نتكلم في الشغل ولا عندك سؤال في حاجه تانية؟ لا طبعا نبتدي نتكلم في الشغل. اتفضل حضرتك. انا كنت حاسس ان موضوع اللي هو مختار ده فيه وراه حاجه، لكن كمان توصل لإهاب. المشكله ان مفيش حد مصدقني، ولو سليم عايش زي ما انا متاكد يبقى الدور اللي جاي يا اما عليا يا اما على هشام يا اما عليك يا صلاح. طب احنا كده لازم نكلم هشام. بحاول اكلمه طول السكه، تليفونه مقفول. هو غير تليفونه ولا ايه؟ غير تليفونه بقاله فتره. انا شكلي نسيت الموبايل بره، هجيب الموبايل واكلمه واجي لك على طول. لسه عندنا اعداد تانيه كتير قوي، ولما جبتك النهارده عشان اقولك ان انت كمان هتدفع الثمن. كلمته تليفونه مقفول، كلمته في البيت قالوا لي طالع معاه في السوبر جيت مسافر بلده. يبقى لازم نلحقه قبل ما يسافر. سيب هشام، انا هروح اجيب واجي هنا، خليك انت شوف غاده. غاده؟ ايوه غاده، ما هو اكيد لو جوزها عايش هتبقى عارفه. شوف انت الدنيا ماشيه هناك ازاي، وشوف هتوصل معاها لايه وبقول لي. معاك حق، انا هروح لها وانت الحق هشام ونتقابل هنا. انا جيت قعدت هنا مع غاده، انا مش معقول حاسبها في ظروف زي دي لوحدها. وبابا سليم كان بيزوره هو كمان؟ على قد ما يقدر، اصله راجل كبير ومحتاج اللي يرعاه، والله يكون في عونه بعد كل اللي حصل. كويس قوي، يعني حضرتك كنت عايشه معاهم هنا. سليم بقى فاق من اللي حصل له ده بعد قد ايه؟ انا مش فاكره بالظبط، بس في حاجه حصلت خلته ينطق. كان اول مره يتكلم من ساعه ما خرج من المعتقل، كانت ليله ما يعلم بيها الا ربنا. يلا عشان خاطري يا سليم، عشان خاطري لقمه واحده بس، انت لازم تاكل يا سليم. لسه برضه مش عايز ياكل؟ من ساعة ما جه هو تقريبا ما بياكلش خالص، أنا خايفة اللي يحصل له حاجة. تشر عليه. أرجوك يا ماما حاولي تأكلي، أنا لازم أنزل أجزخانة أجيب له دواء. طب يا حبيبتي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الشافي المعافي. يا حبيبي. إيه يا سليم؟ يلا يا حبيبي. يلا يا حبيب حماته. شوية صغيرنانة خالص كده، بص. سلام عليك يا غادة. طيب في ايه يا بنتي؟ هو انت كل مرة تنسي المفتاح؟ هو انا المفروض اكون قلبان؟ بتستني شوية. في ايه يا غادة؟ مكتوب من جواب. استنى، انت هو رايح فين؟ استنى، انت مين حضرتك؟ سليم فواز موجود؟ ايوه موجود. دولت رايحين فين؟ يا استاذ انت مين؟ هلا، ما انت عايش اهو، ما جيتش في ميعادك ليه يا سليم؟ انت المفروض تجيني يوم الثلاث من كل اسبوع. انت عارف بقالك قد ايه ما جيتش؟ الراجل تعبان، كان هيجي لك ازاي يعني؟ اسكتي انت خالص. المره دي انا جيت لك بنفسي. المره الجايه هبعت اللي في ايدك. يلا يا ابني ده. Thank you.
عايزين داهيه داهيه تاخدكم الهي ما ترجعوا تاني. ساتر حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما حصلش حاجه حبيبي، ما حصلش حاجه. سليم لا اله الا الله، سليم ما حصلش حاجه يا حبيبي، حبيبي 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 حبيبي. غدا من فضلك اسمعيني. عايز مني ايه؟ انا مش قلت لك ان انا مش عايز اشوف وشك تاني؟ يا غدا ارجوكي بقى، ارجوكي، سليم لسه عايش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله ما عارف، والله ما عارف حتى ازاي، بس هو ده اللي حصل. سليم لسه مكلمني دلوقتي في التليفون. سليم مات وانا استلمت جثته بايدي، ولا عايز تشوفها تاني؟ يا غدا من فضلك، انا بقول لك الكلام ده علشان عايز احميكي. وانا مش عايزاك تحميني ومش عايز اشوف وشك تاني، مفهوم؟ صاحبك صلاح قدامك نص ساعة. عارفة المكان اللي بتعالج سليم؟ سليم أصله كان تايه، ما كانش حاسس بحق. مين دي؟ أنا رانيا شاهين الصحفية، كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في حاجات. وانا مش عايزه اتكلم مع حد، اتفضلي لو سمحتي. طبعا انا اسفه جدا. اتفضلي. شكرا جدا لوقت حضرتك. اهلا وسهلا، اتفضلي. سلام. شكرا. يا بنتي اللي عملتيه ما يصحش كده. انا كم مره قلت لك ان انا مش عايزه كل حاجه اعملها تطلع بره؟ ايوه دي كانت وكم عشان مليون مره قلت لك ان انا مش عايزه اقابل صحفيين مهما حاولوا او عملوا، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وطالما حصل ليه تعملي كده؟ اعمل ايه عشان اخليكي مره واحده تعملي اللي انا بطلبه منك؟ اعمل ايه عشان اخليكي تحسي بيا وتسمعي كلامي؟ ابوس ايدك يا شيخه ترحميني. يا بنتي انا عايزه اساعدك. كتر خيرك يا ستي، متشكره قوي. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ارحم نفسك شويه، انت لسه فيها. اهدى بقى، اهدى وتعال نفكر براحه كده وباذن الله هنحلها. انت مش قلت لي ان ايهاب دوت في حد اتصل بيه وقال له ان مراته عملت حادثه ودخلت المستشفى وتقريبا بعته على طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي؟ ده اللي حمزه قاله. خلاص، طب ما حلو قوي اهو، يبقى لازم سعادتك بقى تجيب بيان بكل الارقام اللي اتصلت بيه قبل قتله، وتحديدا اخر اسم اتصل بيه، وعلى الاقل كده يبقى معاه خيط تبتدي منه. ايه ده؟ ايه الغباء اللي انا فيه ده؟ ايه ده؟ انا زي ما جاش في دماغي اللي انت بتقوله ده. عشان انت مركز مع حمزه زياده عن اللزوم، خرابه من دماغك يا بهاء، عشان تعرف تشتغل. Thank you.
دودو، ممكن أتكلم معاكي شوية؟ أنا أسفة على اللي حصل مع الصحفية. أنا لو أعرف إن الموضوع ده هيضايقك أنا ما كنتش دخلتها البيت ولا اتكلمت معاها خالص. عشان خاطر ما تزعلش مني. أنتِ عارفة أنا مش بحب أشوفك وأنتِ زعلانة. طب اعمل ايه عشان اطمن عليكي؟ انا لقيت شغل جديد النهارده وهبتدي اشتغل من بكره. بجد؟ الف الف مبروك. ايوه كده، ارجعي الشغل تاني وسيبك من كل اللي حصل وشوفي نفسك. مع الوقت هترجعي دودو بتاعت زمان، والايام ياما بتنسي. هنسى. انا عارفه حبيبتي ان هو صعب بس هتتعودي. اسالينا باباكي الله يرحمه لما مات حسيت ان انا مش هقدر اعيش من بعد ولا يوم واحد، بس عشت وعوضت نفسي بيكي. صدقيني يا غاده، كل حاجه في الدنيا بتبتدي صغيره وبتكبر، الا الحزن يبتدي كبير كل يوم بيصغر. في ايه؟ انا مالي قلبتها دراما كده ليه؟ بقول لك ايه، انا فرحانه قوي 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 انك انت رجعتي. انا عايزاكي ترجعي بيتك. دي كل الأرقام اللي اتصل بإيهاب خيري يوم ما مات. اكشف لي بقى آخر رقم كلمه كان مين فيهم. طيب ثواني، أشوف الرقم مين ده. إيه ده؟ مش ده المقدم حمزة؟